نروح لكابتن ناصر عباس. يا كابتن ناصر مساء الفل. مساء الخير عليك كابتن اسلام، ومساء الخير على كل مشاهدي قناه نادي الاهلي في كل مكان. ربنا يخليك يا كابتن. كابتن ناصر، النهارده او مش النهارده، خلال هذا الاسبوع كان هناك عدد كبير من الحالات الجدليه. لو نقدر نتكلم عن النهارده، تم احتساب 5 ركلات جزاء في مباراه المقاولين وزد. انا ما اعرفش، انا دايما بستعين بحضرتك علشان تقول لنا وجهه نظرك. هل اتفرجت على المباراه؟ طبعا. طبعا يا كابتن اسلام، انت عارف ان احنا انا باخد كل مباريات الدوري، عشان احنا بقى عندنا حاجه اسمها الحصاد يوم الجمعه، بنجيب كل الاخطاء التحكيميه خلال الجوله. فشفت المباراه يعني تقريبا كلها النهارده. طيب خلينا نتكلم الاول عن اكثر الحالات الجدليه في مباراه المقاولين وزد. كابتن اسلام، هذه المباراه يعني عشان نقعد نحلل فيها، يمكن المباراه فيها حالات كتيره جدا جدا، حالات تحكيميه، وكان فيها مشاكل او مش مشاكل، يعني كان فيها اختلاف ما بين الحكم الفار وحكم الميدان، ما كانش فيه الفهم الجيد للقانون بين الاثنين. 5 ركلات جزاء، بطاقه حمراء لم تشهر، يعني حاجات كتيره جدا جدا يا كابتن اسلام حدثت في هذه المباراه. انا بيتهيألي لازم علي لطفي يطرد. تهيألي كابتن مرمول حضرتك، حاجات كتيره جدا جدا، يعني لو قعدنا نحلل يا كابتن اسلام دي محتاجه حلقه نحلل الاخطاء التحكيميه اللي حدثت في هذه المباراه. والله. والاختلاف ما بين كمان الحكم، انت متخيل ان حكم الفار جاب الحكم في لعبتين، في ركلتين جزاء الحكم ما حسبهمش. انت عارف ده معناه ايه يا كابتن اسلام؟ يعني انا كان ممكن يبقوا 7 ركلات جزاء. صح؟ انا بقول ايه يا كابتن اسلام؟ الفار وسيله مساعده مهمه جدا، عشان بس الناس تبقى عارفه. انا يعني انا بقول رساله للحكام من فضلك، هو الفار لما اتعمل يا كابتن اسلام اتعمل للاخطاء اللي هي بتبقى صعبه قوي قوي على الحكم، بيبقى عنده مشكله في زاويه الرؤيه، او بيبقى بعيد قوي قوي قوي، او ما بيشافش. انما هل من المعقول النهارده انا كحكم يا كابتن اسلام خلاص طالما في الفار انزل المباراه واتوكل على الفار؟ لا، ده مفهوم المفروض نغيره عند الحكام يا كابتن اسلام. للاسف الحكم مفترض انك انت تبقى عندك الدوافع انك انت تنزل تنسى حاجه اسمها الفار. لابد انك انت تعتمد على نفسك وتجتهد، والفار ده نخليه اخر حاجه. النهارده بنقول 5 حالات، فعلا حالات كبيره جدا جدا، منهم حاله مهمه جدا يا كابتن اسلام، حاله طرد مباشر. الفار جابك، يعني الفار جاب حضرتك وقال لك المخالفه موجوده والبطاقه الحمراء موجوده. هل من المعقول النهارده انا ارجع واصمم على قراري وادي الصفر؟ ده الكره الثانيه دي، مش الاولانيه. دي من ضمن يعني بقول لك، يعني انا بقول لك الحالات كتير، انا بقول لك من ضمن. وبعدين يا كابتن ناصر معلش، انا عارف هيقول لك ايه، اصله الاهلي ما بتاثرش. لا، انا دلوقتي بتكلم عن التحكيم في مصر. هيفضل يعني بريرا، انا لسه كنت بتكلم بريرا خلال هذا الشهر طلع 2 أو 3 مرات مع زملائنا في الاعلام. خلاص، هنفضل لغايه امتى نتكلم بدون ان نرى تطور ملحوظ على التحكيم في مصر؟ كلام مهم جدا يا كابتن اسلام، واحنا من خلال قناه النادي الاهلي وحضرتك بالذات، يعني حضرتك ساند ودعم للتحكيم، ودايما بنقول يا جماعه احنا واقفين مع التحكيم، بس التحكيم يساعد نفسه يا كابتن اسلام. صحيح. يعني احنا بنقف معاكم يا جماعه، وبنقف معاكم كتير، وفي اخطاء على النادي الاهلي، ولكن الامور بتمشي، مفيش مشكله، واحنا قلنا انتوا في البدايه، ولكن انتوا لابد انكم تساعدوا نفسكم، لان من غير ما اقول احنا النهارده في الجوله الرابعه يا كابتن اسلام، كل جوله بنشوف اكتر من خطا تحكيم المشكله والظاهره يا كابتن اسلام اللي عاوز اقول لك عليها، ودي مهمه جدا بقى، يعني انا بقول رساله من خلال اسلام الشاطر والبرنامج المحترم بتاعك، رساله لرئيس لجنه الحكام. الظاهره الموجوده يا كابتن اسلام بنقول له يا ريت تقعد مع حكامك، لان عندنا فروق فرديه كتيره جدا جدا في الفهم للقانون. لما الحكم يحسب حاجه الفار يجيبه، يروح الحكم ما يحسبش يرجع تاني، لا كده احنا عندنا مشكله، ومشكله مش قليله، مشكله كبيره جدا جدا. نفس حاله النادي الاهلي، ومعلش واخدك لركله جزاء محمود كهربا. ما انا كنت هسالك طبعا، يعني ركله جزاء مش عاوز اقول لك يا كابتن اسهل ركله جزاء والله. انا انت عارف يا كابتن ناصر، انا اللي لفت نظري في الموضوع ده ايه؟ ركله الجزاء طبعا احنا ما لناش حقوق الفيديو، فجايبين صوره. فانت عارف انا اللي لفت نظري ايه يا كابتن ناصر؟ انه الحكم، حكم الفار بعت للحكم وقال له تعالى فشوفها مره واثنين وثلاثه تاني. يعني انا لا اتصور هي دي وبعدين هو تمركزه رائع، الحكم رائع، انت فاهم؟ فانا بشوف ان هو
يعني دي تخلينا نروح انه في حاجه متعمده هي. طيب. طبعا ما فيش، انا عارف ان ما فيش، ولكن انا لو بفكر بهذا الشكل اقول ان لا، الحكم لا، هات لي الصوره الثانيه يا سمير لو سمحت. الصوره الثانيه بص يا كابتن، الحكم واقف فين؟ الحكم واقف قدام رجل اللاعب بتاع سيمبا، يعني ده لازم يروح يصفر وما يرجعش للفار. شوف يا كابتن اسلام، يعني انا بحيي حضرتك طبعا، انت كنت لاعب كبير واكيد عارف يعني التحكيم، ومن خلال الحلقات اللي احنا بنقدمها خلاص انت حفظت. انت قلت حاجه مهمه جدا جدا، هذا الحكم يتوقف ثلاث مرات يا كابتن، وانا بقول لك اهو ده يتوقف ثلاث مرات. وهقول لك حاجه غريبه قوي او يعني ما حدش خد باله منها ابدا، لو معانا الحقوق هتجيب محمود كهربا لحظه توقف وتراعى الفار. محمود كهربا راح قال له بيشرح له، ده شرح له اللعبه كما ينبغي. يعني انت كان عندك ثلاث فرص تاخد بيهم القرار. الفرصه الاول اللي هي محمود كهربا شرح لك القرار وقال لك المخالفه جت ازاي، وقال لك ان في ركل في بالقدم، الركل برجل اللاعب الشمال، دي واحده. الحاجه الثانيه انت كنت حضرتك بتتكلم عليها هو تمركز الحكم، وما عندوش اي مبرر ان هو ما يحسبش. ليه؟ احنا قلنا عندك زاويه واضحه جدا، ما فيش حاجب عليك الرؤيه. صح. اثنين، بينك وبين المخالفه تقريبا 4 ياردة. ثلاثه، يعني عدم احتسابك لهذه اللعبه. وخلي بالك، وده خليني انا مش عايزين نروح لحته ثانيه، ولا لا احنا مش أول انا بقول لك لو في حد النادي الاهلي لا يفكر بهذا الشكل، ولكن انا اقصد اقول لك ان انا لو مشجع بسيط عادي هبص للكوره اقول لك الله الكوره قدام الحكم، طيب ما شافهاش، الفار بعت له، طب ما اقتنعش بيه، طب كهربا قال له، ما انا عارف يعني كهربا، يعني ما هو اي لاعب هيروح يشرح هيقول كذا، ولكن في الاخر ثلاث فرص زي ما حضرتك بتقول. كابتن اسلام هقول لك على حاجه، دي مش اول خطا لهذا الحكم، واحنا من خلال رصدنا للمباراه، ده حمدي ده لعب ثلاث مباريات في الفتره الاخيره للنادي الاهلي. مباراه في دور المجموعات النادي الهلال السوداني والنادي الاهلي. ودي حصلت فيها مشاكل كتيره وهو كان سبب في ان الاهلي يخسر هذه المباراه. هو الحكم ده مصنف ايه يا كابتن؟ معلش، ده في النخبه يا كابتن، ده راح كاس عالم ناشئين. يعني هقول لك على حاجه كابتن، يعني ممكن اقولها لك. اتفضل. احنا لا مجاملات في التحكيم، يعني التحكيم بالذات ما تجاملش حد من فضلك. احنا الراجل ده انا بقول لك اهو مش 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 كلام اي كلام، لا، مباراه الاهلي والهلال شخصيه ضعيفه لم يحمي لاعبي الاهلي في هذه المباراه. ولم يوفر بيئه امنه للاعبين، مما يعني ادى الى ان لاعبي النادي الاهلي من كتر الخوف يعني الاداء ما كانش بسببهم هم، كان بسبب الحكم. دي نمره واحد. نمره اثنين، مباراه النادي الاهلي والترجي اللي هي المباراه اللي هي كانت موجوده في الترجي، النادي الاهلي كسب فيها هدف مقابل لا شيء. الدقيقه 25 واحنا كنا حللناها، ركله الجزاء زي محمود كهربا بالظبط لم تحتسب لبيرسي تو في الدقيقه 25 في مباراه الاهلي والترجي اللي هي في دوري الابطال. هذه اللعبه الاخيره كانت محمود كهربا اللي هو ما حسبهاش وما عندوش اي مبرر، اسهل ركله الجزاء يروح يعني البر. غريبه جدا بصراحه، يعني والحكم الجزائري اللي هو لحلو بن برهام، يعني انا بحييه على الرغم ان هي مش محتاجه البار يا كابتن، والله انا محتاجه البار. والله انت عارف يا كابتن لو في حد لعيب قدامه واقف ولا حاجه اقول ماشي، لكن ده كده فاضي. يعني انا وانا بتفرج قلت والله لو مدرب سيمبا بيحكم، يعني انا بكلم نفسي بقى. صح، حسب اللعبه. صح. نتمنى ان يكون هناك تطوير خلال الفتره القادمه، سواء في التحكيم المصري اللي انا مش شايف له اي تطوير حتى الان، او حتى في التحكيم الافريقي. انا بشكرك جدا يا كابتن ناصر على كل هذه المعلومات.